حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. البدء مشاهدينا الكرام من صحيفة الجاردينيا ومقال الكاتب ماتي كالو بشأن سيطرة ميليشيات موالية لإيران على بلدة قرقوش في محافظة نينوى، وذلك بتواطؤ من ميليشيا بابليون. إذ أضاف الكاتب: الثائر التشريني يواصل صرخاته من أجل بلدته قرقوش عبر مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، محذرا من مؤامرة كبرى تحاك من مجموعة تعمل من أجل أجندة كيانات وأحزاب موالية لإيران، وعلى قمة هؤلاء حركة بابليون التي سرقت أصوات الناخبين المسيحيين في الانتخابات المبكرة، ثم انضوت هذه الحركة إلى الإطار التنسيقي. إن صرخات الناشط التشريني فارس دانيال في كشف ما يحاك ضد أبناء بلدته قرقوش لا يمكن أن يسكت عنها أبناء هذا القضاء، وأولهم رجال الدين الذين يخافون إعلاء أصواتهم بالرغم من وضوح الصورة أمامهم وأبعادها وأهدافها، ولكن ما زالت أصواتهم مبحوحة ويلفهم الصمت، فهذا يعني سكوتهم عن الحق ولا يمثلون المبادئ التي انخرطوا من أجلها. فأين دور رجال الدين مما يحاك من مؤامرات لتغيير مسؤولين في قضاء قرقوش؟ السكوت عن كشف هذه المؤامرة ليس إلا قبولاً بأهدافها التي تسعى بأن تكون هذه البلدة تحت سيطرة الميليشيات الإسلامية وأحزابها بقيادة حركة بابليون، ولكن على رجال الدين من أبناء قرقوش الذين يخافون كشف المستور بصوت عال عليهم خلع ثوب الكهنة أو قول الحقيقة في مواعظهم في أيام الآحاد وقيادة التظاهرات أمام الدوائر الرسمية في البلدة أو في محافظة نينوى. إلى موقع صوت العراق ومقال الكاتب عبد الخالق الفلاح بشأن الاستقرار الاقتصادي في العراق. قال في الكاتب: المتتبع للمشهد العراقي بجوانبه المختلفة يرى أن عملية تشكيل الحكومات المتعقبة كانت كلها عسيرة حتى الإشباع، ولم يكن الخلاف بينهما على كيفية التعامل مع مطالب الشعب الضرورية والخروج من النفق السياسي الذي يبدو أنه قد طال ظلامه. وبدا المشهد السياسي كان لكل كتلة أو لكل سياسي نيته الخاصة التي تختلف عن نيات المواطن، وأظهرت جميع الكتل عجزها عن السير إلى منتصف الطريق لتحقيق التوافق بينهما في سبيل إنقاذ العراق وتحقيق المصلحة العليا له للخروج من المأزق الذي يعيش فيه. لقد انعكس الفساد في النظام المالي العراقي على الاقتصاد سلبا من خلال انخفاض أسعار الدينار العراقي مقابل الدولار على قوته وقدرته على النمو بسبب مزاد العملة التي ينفذها البنك المركزي العراقي، وأدى إلى جنوح 40% من السكان إلى ما دون خط الفقر، في حين يعتبر استخدام مزاد العملات في العديد من دول العالم حالة استثنائية للغاية، بما في ذلك خلق توازن واستقرار للعملة ودفع العراق ضريبة ثمن هذا الفساد خلال السنوات السابقة، حين وجدت الحكومة نفسها عاجزة عن دفع الهيكل البيروقراطي الكبير الذي تدفع رواتبه عقب انخفاض أسعار النفط التي تمثل أكثر من 90% على أقل تقدير من ميزانيتها السنوية. إلى الكاتب غازي دحمان في مقال بموقع عربي 21 ذكر فيه: تئن معظم الشعوب العربية تحت وطأة ظروف حياتية غير مسبوقة، ويبدو ذلك جليا بشكل خاص في البلدان التي شهدت ثورات مضادة للربيع العربي، إذ من الواضح أن طاقة هذه البلدان استنزفت في سياق تحطيم ثورات الشعوب وتأمين استمرارية أنظمة حكم أقل ما يقال عنها،
إنها باتت خارج العصر من تونس إلى سوريا وما بينهما، فانهيارات اقتصادية متسارعة وبنى تحتية تجاوزت زمن صلاحياتها، هذا فضلا عن انهيار العملات الوطنية وهبوط كتل اجتماعية ضخمة إلى ما دون مستوى خط الفقر، لدرجة أن الطبقة الوسطى أصبحت من الماضي. وتملص أيضا مؤسسات الدولة عن مسؤوليتها، بل شاركت هذه المؤسسات في أعمال نهب منظم للموارد القليلة لدى السكان. قبل الربيع العربي ثارت الشعوب من أجل الكرامة وتحسين وضعها الاقتصادي. بعد الثورات المضادة لم يعد الخبز متاحا، وجرى دوس الكرامة على قارعة الطرقات وذبحها في السجون والمعتقلات. تفككت المجتمعات وتفرقت الأسر وامتلأت البحار بجثث الهاربين، وغص الشوارع أوروبا بعشرات آلاف المراهقين من تونس ومصر بعد أن اقتنع آباؤهم بأن المغامرة بهم أفضل ألف مرة من رؤيتهم يموتون جوعا وقهرا واستغلالا في بلاد باتت تتسيدها عصابات وتجار مخدرات. ثمت مؤشرات عديدة على أن هذا العام ربما يكون حاسما في سقوط العديد من أنظمة الفشل بعد أن استخدمت القمع إلى أقصى مدياته، وفاض الجوع إلى حدود لم يعد ممكنا تحملها، فجميع الطرق باتت مغلقة. ثمت قاسم مشترك يجمع هذه البلدان، وهو سيطرة أجهزة الجيش والمخابرات على مقدراتها. بشأن ما حدث في أصفهان والبوكمال، كتب عمار ديوب في مقال له في صحيفة العربي الجديد، جاء فيه: لم تنتهي المناورات العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة في 27 من الشهر الماضي في النقب، حتى تلت عملية عسكرية بالطائرات المسيرة داخل إيران استهدفت مصنعا للتصنيع العسكري، ولا سيما المسيرات، وبعد أيام دمرت أكثر من 22 شاحنة على الحدود مع العراق في منطقة البوكمال السورية، وتتبع للحرس الثوري الإيراني. هذا الاستنتاج المباشر هنا إن من قصف معامل أصفهان هو من دمر الشاحنات. يقول الكاتب الرسالة هنا إن على إيران إعادة التفكير بتحالفها مع روسيا في أوكرانيا وتوريد المسيرات إليها، والتي ساعدت جيش الرئيس الروسي بوتين على الصمود في وجه الجيش الأوكراني وبالضد من السلاح الغربي. ليست مشكلة إيران في وجودها في سوريا ولبنان والعراق واليمن، بل في دورها الحالي في أوكرانيا، وهو بالضبط ما أثار حفيظة كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي. وقد تخسر ما حققته في المنطقة من هيمنة منذ حرب أمريكا على العراق في 2003. وبعد ذلك التاريخ اشتد حضورها في المنطقة العربية، وربما هذا الحضور الكثيف دفعها إلى تقوية مواقفها في أثناء التفاوض في الملف النووي. ليست مشكلة إيران حاليا فقط في تحالفها مع روسيا في أوكرانيا، بل وفي أزمتها الاقتصادية الشديدة وفي الانتفاضات التي لا تتوقف. وهناك خلافات عميقة بين تيارات سياسية في النظام الإيراني وبشأن وراثة ولي الفقيه، ولم تستطع ملء فراغ مكانة قاسم سليماني في السيطرة على المنطقة، ولا فهم التغير الكبير للسياسة الأمريكية والتي تشددت مع تقليص حجم الأموال المخصصة للعراق، وأدى ذلك إلى تراجع كبير في أسعار العملات في العراق ولبنان وإيران وروسيا. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عده صحفيون قالوا فيه إن المتظاهرين لا يزالون في الشوارع بعد 4 أشهر من بدء الانتفاضة في إيران، ولا تزال السلطات ترد بالعنف والترهيب. وحللت الصحيفة أكثر من 100 مقطع مصور وصورة، وأجرت مقابلات مع شهود عيان ومراقبي حقوق الإنسان، وراجعت البيانات التي جمعتها مجموعات مراقبة الصراع على مدى 17 أسبوعا من الاحتجاجات لفهم شدة الحملة الحكومية وتعقيدها وإصرار المتظاهرين على الاستمرار. أظهرت الأدلة المرئية كيفية تعامل قوات الأمن مع المحتجين،
موضحة أن الحرس الثوري الإيراني يعمل جنبا إلى جنب مع شرطة مكافحة الشغب وعملاء يرتدون ملابس مدنية لقمع المظاهرات بعنف، إضافة لتنفيذ اعتقالات تعسفية وضرب عشوائي، وفي بعض الحالات فتح النار على المدنيين. وتبين مقاطع الفيديو التي حللها التقرير وجود حالة من الفوضى في المشافي أثناء نقل المصابين إليها، بينهم نساء وأطفال نتيجة قمع السلطات الإيرانية. وقال فرزين: قد خدائي ناشط حقوقي من سيستان بلوشستان ويعيش الآن في أوروبا، إن معظم المتظاهرين يحاولون تجنب المستشفيات لأنها تخضع لرقابة الحكومة. وأكد التقرير أن الاعتقالات الجماعية لا تزال سمة أساسية في حملة الحكومة القمعية، حيث تم اعتقال ما يقدر بنحو 20,000 شخص في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الاضطرابات، على الرغم من أن القيود المفروضة على التقارير تجعل من المستحيل التحقق من العدد الدقيق. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبدا بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. نبقى المشاهدين الكرام مع وقفة قصيرة ورسوم الكاريكاتيرية. يحتضن متحف التاريخ في مدينة إشكودرا في شمال غربي ألبانيا مقتنيات من حقب مختلفة، يتميز بالطراز المعماري الذي يعود للعهد العثماني، وقد شيد المبنى المؤلف من طابقين في القرن 18 واتخذ شكله الحالي في عام 49 و900 ألف، ويعد من أبرز الوجهات السياحية في المدينة. ويعرض المتحف قطعا أثرية من مدد تاريخية مختلفة كالملابس التقليدية والأسلحة والأواني النحاسية التي كانت تستخدمها عائلات إشكودرا ونماذج من الأثاث الخشبي. نقرأ مشاهدينا الكرام تقريرا لصحيفة العربي الجديد بشأن الصيد تحت الجليد، إذ كان قصد الأماكن الجليدية في أثناء برد الشتاء القارس
أمرا صعبا جدا لكون أن معادلة المكوث في الهواء الطلق وسط درجات الحرارة المنخفضة جدا لا تتناسب مع المعايير المنطقية لتكيف جسم الإنسان، إذ يغدو صيد السمك من تحت جليد البحيرات والأنهر ممارسة مستحيلة، لكنه يجذب سكانا كثيرين في بلدان مختلفة أنشأ سكانها مهرجانات وتقاليد حولها. ويرتبط المشهد الأول بممارسة الصيد تحت الجليد بارتدائهم أزياء الشتاء السميكة جدا، علما أن دراسات تؤكد أن هذه الملابس تنفع في الوقاية من الصدمات الأولى للبرد قبل أن تتولى دهون الجسم معادلة الحرارة، ما يفيد أيضا في تخفيف الوزن. ومن الفوائد الصحية التي قد يجنيها صيادو الجليد هي تخفيف حدة الالتهابات في الركبة والكاحل والإقامة في جو يخلو من الفيروسات والحشرات الضارة. من اللافت أيضا استخدام هؤلاء الصيادين أدوات بسيطة نسبيا، وتعيش أنواع معينة من أسماك المياه العذبة تحت الجليد ويختلف سلوكها في فصل الشتاء عنه في فصل الصيف لأنها تتأثر بانخفاض درجات الحرارة والضوء. متابعينا المشاهدين الكرام، المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. رغم تصنيفها من أقوى المؤسسات التعليمية والأكاديمية إلا أنها أغلقت لأسباب مجهولة المدارس الإسلامية الخاصة في مرمى التطرف في السويد، ما القصة؟ معاداة المسلمين. مشاعر من الحزن والألم عاشها أطفال مدرسة الأزهر الإسلامية الخاصة بعد قرار غلقها من قبل السلطات السويدية بدعوى سوء الإدارة، وفق ما جاء في منشور من إدارة التفتيش على المدارس السويدية تم فيه إعلام أولياء الأمور بإغلاق المدرسة المذكورة ومدارس أخرى في العاصمة ستوكهولم التي تلقت بدورها إشعاراً بالغلق في يوليو تموز الماضي، وفق موقع ميدل إيست أي البريطاني الذي قال إن هذه المدارس كانت تطبق القانون وكانت تدرس المناهج الوطنية السويدية وتزود الطلاب بقدر من الدروس الدينية المتعلقة بالشريعة الإسلامية والطعام الحلال، في إشارة منه إلى أن ما تدرسه هذه المدارس هو قانوني ووفق التمشي الأكاديمي والتربوي في البلاد، لكن ما فعلته السلطات في حقهم هو الذي لا يعتبر قانونياً ويدخل في باب الممارسات التعسفية والقمعية للحكومة، إذ لم يقتصر الأمر على مدرسة الأزهر فحسب، بل هي المدرسة رقم 17 من بين 20 مدرسة إسلامية خاصة أو يملكها مسلمون أغلقتها السلطات منذ عام 2019 كشكل من أشكال قمع المؤسسات الدينية وفق دوافع اعتبرها نشطاء معادية للإسلام. أثارت غضب الجالية المسلمة هناك الذين نددوا بمثل هذه الممارسات ضدهم، وصلت حد رفع قضايا قضائية ضد قرار الإغلاق. قوانين متطرفة. لينا أكسلسون كيلبلوم وزيرة التعليم السويدية وصفت هذه الإجراءات بالبرنامج الذي تعمل عليه حكومتها صاحبة مشروع قانون يهدف إلى حظر إنشاء ما يسمى بالمدارس الدينية المستقلة، حيث يمنع مشروع هذا القانون المدارس بشكل أساسي من التوسع عن طريق زيادة عدد طلابها أو فتح فروع جديدة اعتباراً من عام 2024. وللإشارة فإن هذا المشروع استهدف حتى الآن المدارس الإسلامية فقط، ما يؤكد أن قرار إغلاق المدارس ليس مرتبطاً بالتعليم بل بالمناخ السياسي المعادي للمسلمين وتنامي التيارات اليمينية المضطهدة لهم ولأبنائهم وتعاليمهم الإسلامية. في نهاية جولتنا الصحفية في صدى الأقلام من الرافدين، تقبلوا تحيتنا وإلى اللقاء.